دكتور عبد الحليم، خلينا نبدأ من حيث انتهينا قبل الفاصل بالتقرير اللي أنا عرضته لحضراتكم، وهو متعلق بوصول قطار الرئاسة الأمريكية إلى محطته الأخيرة. إحنا بتفصلنا أيام وساعات عن دعوة الناخبين الأمريكيين للتصويت في الانتخابات في النظام الأمريكي المسمى بالمجمع الانتخابي. في رأي حضرتك بعد يعني وصول القطار إلى محطته قبل الأخيرة، من استطاع أن يجمع أصوات أكثر، من استطاع أن يقنع الناخب الأمريكي أكثر؟ هل كامالا هاريس استطاعت في الوقت القصير اللي كان ممنوح ليها أنها توازي فرص ترامب في الفوز؟ ثم في رأي حضرتك، مش هقول طبعا السؤال الساذج من وجهة نظري مين الأفيد لنا ومين الأصلح لنا، لكن في رأي حضرتك بناء على فوز ده أو دي، إيه اللي ممكن يحصل بناء على اختلاف الشخصيات والسياسات؟ جميل. أنا أتصور أن احنا على مقربة أيام من إجراء الانتخابات وظهور النتائج الحقيقية، لا نتائج استطلاعات الرأي. صح. لأنه حقيقة نتائج استطلاعات الرأي ليست لها سمعة طيبة في تاريخ الانتخابات الأمريكية. مظبوط. سمعتها شديد السوء. وبمناسبة ترامب، ترامب في 2016 خاض معركة ضد هيلاري كلينتون، وكانت كل استطلاعات الرأي تشير إلى ترجيح فرص فوز كلينتون. وثم جاءت النتيجة بالعكس، لأنه ما يزيد تعقيد وعمق واتساع الفجوة ما بين استطلاعات الرأي وما بين النتائج الفعلية هو طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي كما نعلم. نعم. في تصويت شعبي ثم في المجمع الانتخابي. في الـ هذا النظام المركب بيجعل من فرص استطلاعات الرأي محدودة، سوى أن هامش الخطأ متسع في استطلاعات الرأي الأمريكية. يعني في 3% زائد و3% ناقص، فكلام عن 47 و48% يشير إلى احتدام وتقارب جدا شديد في فرص التصويت الشعبي. مظبوط. لكن يمكن أن يأتي المجمع الانتخابي بالعكس تماما كما جرى في المثال الذي أشرنا إليه. بالفعل كلينتون فازت بالتصويت الشعبي بفارق كبير عن ترامب، لكن في المجمع الانتخابي حصل انه على سبيل المثال ترامب فاز في ميتشيغان التي يدور التنافس حولها بشدة الآن. مظبوط. وعلى أصوات العرب أو الأمريكيين العرب أو العرب الأمريكيين. فهنا فكرة الوضوح اتجاهات الرأي لا صعبة جدا، صعبة جدا. مظبوط. واستطلاعات الرأي يعني صدر. قبل أسابيع كانت فرص هاريس أعلى بكثير، يعني هي دخلت بصورة يعني خشنة الانتخابات وفازت على ترامب في المواجهة التي جرت والمناظرة وترامب قرر ألا يعود إليها، ألا يعود إلى مناظرة هاريس، لأنه أدرك أن هذا سيسحب من رصيده. صحيح. وأن الاعتماد على فكرة الخروج عن أدب العام للحوار أو لن يفيده كثيرا يعني. والحقيقة اليوم تبدو اتجاهات الكتل التصويتية شبه واضحة، يعني على سبيل المثال ذوي الأصول اللاتينية وهم كتلة كبيرة جدا في أمريكا ومتصلة في حقيقتها بفكرة الهجرة من المكسيك، ذوي الأصوات اللاتينية يعطون أصواتهم في العادة للديمقراطيين، لكن من الملاحظ أنه في أصوات أكتر لترامب قياسا للانتخابات السابقة بينه وبين بايدن، ربما للعامل النفسي. اللاتيني الذي اكتسب الجنسية الأمريكية غير اللاتيني الذي يريد أن يأتي بالتأكيد إلى أمريكا، فيشعر بأولويته الأمريكية هذا الذي اكتسب الجنسية عن فكرة متاعب اللاتينيين الذين يريدون الهجرة. وعود ترامب شديدة التأثير في أوساط كبيرة من الناخبين الخاصة بالهجرة والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين. أي. كما قال في أول أسبوع يتولى فيه الرئاسة. طبعا هذه تجتذب كتلة كبيرة جدا من الناخبين. في المقابل نقطة الضعف التي تركز عليها هاريس هي موضوعات من نوع الإجهاض لكي تكسب أصوات النساء، إنها مع الإجهاض.
وفي نفس الوقت في نوستالجيا، الحنين، يعني العودة بالحنين للماضي. قطاع من الأمريكيين يحسون أن أحوالهم كانت أفضل أيام ترامب، لأنه الأزمات المتخلقة عن التطورات العالمية، سواء حرب أوكرانيا أو ما حولها، اللي أثرت على الطاقة وأسعار الطاقة وأسعار البترول وأسعار البنزين، وهذه مسألة مهمة جدا لدى الأمريكيين، لأن هذا بلد متسع جدا، قارة، والاعتماد على البنزين عنصر أساسي في طبعا الحياة طبعا. فبالتالي سعر البنزين وتحولاته بتؤثر جدا، إضافة لمجمل الأسعار. فالمنافسة محتدمة جدا، ويكفي أنه هذه أكثر انتخابات جلبت ممولين، أو يعني أنت بتتكلم عن أنه هاريس مثلا حصلت على مليار دولار على الأقل، صح، وفترة وجيزة جدا، وفترة وجيزة جدا. بتتكلم عن أنه بالمقابل في حد زي إيلون ماسك يدعم ترامب، يدفع مليون دولار يوميا، صحيح، لصالح ترامب. في المقابل تايلور سويفت، وهي مغنية شهيرة جدا، تنحاز لهاريس. فالفكرة الحقيقة ستظل إلى آخر لحظة موضع تأرجح، لأنه الولايات المتأرجحة السبع هي الحاسمة في هذا السباق.